الأعراض بدأت تتغير شوية. الأعراض دركا الأعراض اللي نلقاوها عند الأغلبية أكثر من 80% وهو الصداع، الوجع في الرأس. والحاجة اللي ما لقيناهاش من قبل، كنا نشوفوا الناس تفشل، ولكن هذا فيها واحد الفشل إكستريم فاتيك، فشل يأثر بزاف على مولاه، سعال خفيف، ما حتى درك ما كاش أعراض تاع التوب ديجستيف. واحتر درك بالك الأشياء اللي تقدر تطمئنها مع الوقت وهو عدم وجود الأضعاف الخطيرة، مازال ما كاش وفيات، هذا شيء يقدر يطمئنها، ولكن ناخذ هذه المعلومات باحتياط.